صحيح، اظن يعني التقوا في العديد من المرات، لكن كل مره عندها ظروف وعندها بالضبط. على اساس يتابعون مباريات كوبا امريكا عشاق البرازيل محبي باراغواي، قد تحقق المفاجأة مثلا في مباراة اليوم ولباراغواي المحافظ ان يحذف، لكن الترشيحات اكيد تنصب لصاحب الضيافة والارض اللي يقوم بمحاولة اولى، والبرازيل يغيب عنها ثلاثة من اللاعبين، واحد منهم ريجاريلسون. من لقاء البرازيل والارجنتين لا تخاف يا احمد، ممكن جول، ممكن جول، ولكن في صافرة هي خارين للاخرين ايضا الفرصة، المفاجأة واردة في هذا الدور، الدور ربع نهائي كانت لمنتخب أوروغواي بدل المنتخب البرازيلي. محاولة الثالثة تقدم إلى الأمام، ترى منتخب أوروغواي يحرج البرازيل ويخرج البرازيل حتى في بطولة كوبا. لويس يعبر وتصل منتخب البرازيلي، تقدم في الجهة اليسرى، ولكن الكرة المقطوعة صافرة، وبالتالي التوقعات أمامنا دور نصف نهائي أعتقد لو حدثت يعني أمنيات المتتبعين المحايدين. دقيقة 11 على بداية المباراة، بدو البرازيليين يتقدمون، بدو البرازيليين يسيطرون. زيل الكرة المقطوعة وصلت إلى باراغواي، التقدم من جانب باراغواي، الكرة البينية من الأول، ترى يمكن البرازيل واضح التقدم أمامك يحدث الآن، وصلت إلى روبرتو فيرمينو. منتخب البرازيل بتسجيل الجول الأول، الكرات المتبادلة وصلت تأتيح بالمناسبة، ما في وقت إضافي مباشرة في هذه الأدوار إلى 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 إلى, إلى مدريد. وصلت البرازيل مرة أخرى، جابريال جيزوس يتقدم يقود المحاولة، ولكن التصدية في كوبا أمريكا لغاية الآن. فنزويلا، فنزويلا إذن والأرجنتين. الآن المنتخب البرازيلي يقود المحاولة في الجهة اليمنى إلى الأمام، تحولت ولكن التصدية، اللاعبين سجلوا، كل لاعب سجل هدفين، ما في لاعب فارق. يمكن اليوم تأتي اهداف وسقوط على أرضية الملعب، كرة ما فيه شيء، جابريال جيزوس سقط في الجهة اليسرى، اللعبة الرأسية، ومرة أخرى الكرة المشتركة. دائما وأبدا نبحث عن البرازيل الجميلة، البرازيل الحلوة، البرازيل الأرجنتينيين والإسبان وما إلى ذلك. وصلت الكرة خطيرة، ممكن البرازيل سجلت 89 جول، إذا البرازيل تبحث عن الجول رقم 90 في شباك باراغواي تاريخي. الميرون صافرة وخطأ لي، لأن البرازيل تلعب اليوم، تلعب البرازيل، تكون في البرازيل لمصلحة المنتخب البرازيلي، لما لا، وتتحدث عن البرازيل وتتحدث عن التاريخ، أثر البرازيل ولكنها تعود. محاولة منتخب باراغواي التقدم، وهات اليسرى، المتابعة حاضرة، والكرة المشتركة وخطيرة، الله، حصلت على ضربة جزاء كما هو معروف يوم لقت قطر في المباراة الأولى الكبيرة. وحتى مع منتخب البرازيل الآن 36 سنة هو قائد الفريق الآن في سجل أليسون، لكن شوف ترى باراغواي خطرين، باراغواي خطرين وعندهم لاعبين جيدين، الميرون جيد، لاعب شاب، أورتيز جيد، سانشيز على أجواء المباراة أكثر ويتقدم بعدد أكبر من اللاعبين. البينية ما وصلت جول، ولكن الكرة المقطوعة تبدأ، يمكن المرتدة لمنتخب البرازيل يسقط والله، يمكن شكون مثلا فنزويلا، معنا فنزويلا قوية، فنزويلا هي مفاجأة الكوبا في اللقطة السابقة، وفرناندينيو اللاعب المصاب الثلاثي الذي يغيب عن منتخب البرازيل. والتجربة الأولى تكون تجربة ثانية، تعادلت، انت سجلت هدفين في كوبا أمريكا ولقيت ريوم إجازة يعني في 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 قطر، لأن هذا اللاعب رقم 10، أعتقد أن لاعبي منتخب باراغواي يلعبون المباراة بحماس كبير. هذا من إيفرتون، إيفرتون يرجع الكرة، الكرة الثانية، الثالثة، الرابعة للمنتخب باراغواي، يستفيد البرازيل من هذا الخطأ، تحولت الكرة، تغير اتجاهها منتخب البرازيل.
في هذه المحاولة الأخرى التقدم والتسديدة، ولكن ممكن يكون مارسيلو في هذا المكان. حلوة 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 جميلة، ولكن هذه المجموعات الهجومية الواضحة عند الكبير داني ألفيش اللي يتقدم. محاولة المنتخب البرازيلي، ترى باراغواي حتى في الدور ربع النهائي المباريات السابقة تعمل مشاكل للبرازيل اللي يتمتع فيه اللاعب البرازيلي. يعني ما ودي اقول انا يعني اعرفه، بس الحقيقة التحقيق باراغواي عندهم مناوشات وكانت واحدة في غاية الخطورة. 1982 في كأس العالم في اسبانيا 82 لعل وعسى. حلوة 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 حلوة، حلوة. لا زالت خطيرة للبرازيل، في اكيد في علامات استفهام على هؤلاء النجوم، نجوم المنتخب البرازيلي وضيوفه الاعزاء، عندهم مزيدا من الحديث حول اداء البرازيل. اولا باراغواي يكسب لاي مدرب، اي مدرب يشوف اللاعبين كذلك في النقطه هذه يكون سعيد فيها. لكن لبينما يحدث ذلك، ربما احنا بصدد 45 فازت وهي مرتاحة 3-0. كوتينيو اللاعب الحاضر سجل هدف، ومن الهدفين لمن؟ للاعبين يحتاجهم المنتخب البرازيلي في الوقت الحالي. يعني في بعض الأوقات باراغواي وصلت بالمباراة إلى ضربات الترجيح وفازت على البرازيل، تفعلها اليوم باراغواي على الأرجنتين بعدد مرات الفوز 5 مرات، وحتى البرازيليين عدد مرات الفوز في المركز تفوز الأرجنتين أو أوروغواي على أرضه بلقب، بالذات الأرجنتين. والحقيقة أن يوم المباراة النهائية الأرجنتين والآخرين محاولة المنتخب البرازيلي. الآن الكرة إلى الأمام في أنديتهم في الدوريات في البطولات. محاولة البرازيل، بلنتي 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 بلنتي، ضربة جزاء. وحتى في نتائج كبيرة، يعني 7-0 في عام 1949 اكتسب عند الدقيقة 7/8 على بداية الشوط الثاني حكم المباراة. يترقبون لعل وعسى التشيلي يأتي بخبر سار لباراغواي بعد يحتسب ضربة الجزاء. داني ألفيش، كوتينيو، واحد من الاثنين يتقدم. الله، مرت نبقى خطيرة أيضا. كوتينيو يتقدم ويسدد، ومرة أخرى دربكة تحدث. منتخب باراغواي لا تقارن، أكيد منتخب باراغواي غير المنتخبات، غير أوروغواي، غير تشيلي، على أساس أنه والله يعني هل مدافع منتخب الأقصى العددي أكيد أنه مؤثر. وبالتالي تأتي محاولة البرازيل، التسديدة تستقر عند حارب، وأنت تلعب على 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 أراضيك، على الأراضي البرازيلية بذكريات المنتخب قطر، وتعادل معه بهدفين لهدفين، يتعادل مع البرازيل، والبرازيل أعتقد أن الجول قادم للبرازيل. لكن مدافع منتخب باراغواي اللي لاعب المنتخب البرازيلي تبدأ المحاولة في الجهة اليسرى، اللعبة من اللاعب البديل أكثر. شوف أنت الآن، تصور 22 دقيقة القادمة، محاولة البرازيل التسديدة والـ20 المتبقية، لاحظ معي، والتسديدة الحاضرة لكنها قوية مرت من عند ويليان. ربما الخبر اليقين كسنة بعدد النقاط البرازيل، وأمام المرمى. الله، ضاعت. هاري ويليان يتقدم، يتلاعب، يرجع الكرة البرازيل مرة أخرى الرأسية، ولكنها مرت بسلام، ضاعت. قدم ويليان ويصل بالكرة إلى الأمام البرازيل، لو عطاه لي عطاه بالفعل. ماركينوس رقم 4، تياغو سيلفا رقم 2، الضربة الركنية اللعبة عالية عند حارس المرمى. والبرازيل لا تسجل في مرمى منتخب باراغواي ولا جول، وبالبطاقة الصفراء التي تظهر. الله، على لمزالس يتقدم الآن، والترقب الكبير، اللعبة الضربة الحرة المباشرة، كل باراغواي
تدافع الآن الضربة الحرة لعبت الله وليان يتقدم خلص لاعب وليان يمرر وليان نفسه يتقدم الله 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 وليان يعمل الخطأ النتيجة إلى التعادل السلبي وصافرت حكم المباراة أتت ودم جوميز وأليسون في المرمى الله الله مرمى أي حارس مرمى في العالم ممكن تكون قوية وليان يتقدم قوية نعم في المرمى ينجح وارغواي يتقدم الميرون جول الميرون يسدد الضربة الترجيحية الثانية وفي الجول باراغواي تقدم لاعب باراغواي سد أو ما لا تسد الثالثة كوتينيو يتقدم يتراجع والله سجل في هذا الوقت الحرج الأعصاب مشدودة للغاية الله قوية قوية خلاص مرمى جاسيتو فيرمينو يتقدم الله المرمى وغونزاليس يتقدم الله بين جيزوس يتقدم الآن جيزوس يسدد خلاص